صباح الخير يا اغلى حاجه في حياتنا. وحشتوني قوي 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 يا اغلى حاجه في حياتنا. اي لاف يو سو 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 ماتش يا حبايبي. اللي بيحبنا وحابب يكبر عيلتنا ينزل يشترك في القناه ويفعل الجرس وكومنت حلو ولايك احلى عشان عيلتنا تكبر قوي 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 بيك. وتكبر وتكبر تبقى قد الدنيا دي كلها واكبر عيله في اليوتيوب باذن الله. امين يا رب. بصوا يا جماعه احنا النهارده معانا تحدي قوي 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 معانا البرنس والاسطوره وامي امي تاني في تاني تحدي يا جماعه ومحمد ومعانا سلمى وندى وندى وايه. المشكله يعني يا احمد لو مامتك خصت التحدي مين هيتجرأ يعمل فيها ملاقي. انا هعمل فيها العقاب. العقاب انا اللي هعمله فيها. بصوا يا جماعه معانا تحدي جامد قوي قوي واستنوا معانا. بس قبل ما نبدا يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك للفيديو دوت عشان عايزين نوصلوا ل 50,000 لايك عشان اللايك بيدعمنا. وحلمنا نوصل ل 70 يا جماعه لا 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 70 لا 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 وحلمنا يا جماعه 5000 لايك وحلمنا نوصلوا للمليون مشترك. امين يا رب. استنوا معانا اغلى واجمل حاجه في حياتنا. صباح الخير يا اغلى واجمل فريق في الدنيا. صباح النور يا احمد. عاملين ايه؟ كويسين. مين النهارده جاهز للتحدي يا جماعه؟ انا. اوبا كله جاهز؟ يلا التحديات بعد يلا. انا في التحدي ما حدش قدي. حودة حودة استنى 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 بص وانا عاملة نفسي نايمة وانا عاملة نفسي نايمة انا عاملة نفسي نايمة يا جماعة يا جماعة بص حاجة استنى استنى بص برنس مصر ضد الكاس كاس يا جماعة عشان الصوت عشان الصوت يا جماعة يلا حتة برنس مصر انت يا عم يلا انت اول حتة يا عم كاس كاس يلا هنا ابنك بيصلح العربية الميكانيكي يلا بينا يا جماعه معانا اول حاجه ندى مراتي. ندى مراتي متوقعه تكسبي كام في المية النهارده؟ 21% والباقيين فين؟ معرفش. هتعملي عقاب في مين يا ندى؟ يا محمود بقى محمود هدى هتعمل عقاب فيك كده واحد يعمل عقاب فيك. حياه هتكسبي في التحدي النهارده؟ حياه هتكسبي؟ الله يا عسل. فاروز هتكسبي يا فاروز النهارده؟ امي متوقع تكسبي كام في المية يا امي يا حبيبتي يا غالية؟ ايه؟ 80؟ يا جماعة كله يسقف لامي معلش. يا امي احنا هنعمل عقاب فيك النهاردة يا امي. ماشي. ماشي يلا بينا. محمد هتعملي عقاب في مين صح؟ انا؟ اه. ممكن في سلمى. سلمى؟ امي هتعمل عقاب فيك. ليه حماتي؟ خلاص يا سلمى خلاص يا سلمى خلاص يا سلمى. محمد برنس مصر عليك. ايوه كده. اه هتكسب كام في المية؟ برنس مصر ضد الكاس. تكسب كام في المية؟ برنس مصر ضد الكاس كاس كاس برنس مصر ضد الكاس كاس كاس كاس. الصلاة يا جدعان الصلاة. محمد هتعمل عقاب في مين النهارده؟ عقاب هعمله في ندى مراتك عشان امبارح اكلت لي فلفل حراق قعدت طول اليوم تعبان. يا عيني يا عيني يا عيني. طبعا معانا ندى مرات برنس مصر. يا مرات برنس مصر هتكسب كام؟ برنس مصر مصر كاس ضد الكاس كاس كاس. محمد ينفع تألف اغنيه يلا هتكسب كام في المية؟ هتعمل عقاب في مين؟ في حماتك بقى في حماتك شكلك في ايه؟ سلمى على ايه؟ سلمى طبعا عامله نفسها من بنها وانا عامله نفسي نايمه. ايه متوقعه تكسب كام في المنه؟ ايه احلى حياتك تحلم. احلى تحلم مش معنى انا يعني واحد بقول لك ايه الاغنيه دي انا اللي مؤلفها الايه. ايه احلى حياتك تحلم تحلم احلى حياتك تحلم. احنا قلبناها غنى صح؟ ايه احلى حياتك تحلم غزوله هتكسب النهارده؟ ان شاء الله. ايه تعملي عقاب في مين؟ هعمل عقاب في ندى مراتك. يا بنت مش انت كنت لسه قايله المره اللي فاتت غيري. لا ندى برضه انا قلت لها تعملي عقاب في مين؟ ماشي حودة برنس مصر اسطورة قول يا اسطورة تكسب كام في المية النهاردة؟ ما شاء الله ولا لازم انا اكسب تكسب؟ تعمل عقاب في مين؟ عقاب في اللي ربنا يسهل الحياه. ندى مرات محمد ندى سلمى تعمل عقاب فيك ماشي يا جماعه عايزين تعرفوا التحدي ايه هو؟ قبل ما تقول التحدي وصلنا ده احمد المليون. اوبا حوده عايز تعرف التحدي ايه هو؟ هو يا صديقي بصوا يا جماعه يا جماعه يا جماعه التحدي مين فيكم بيحب الليمون؟ بصوا يا جماعه طب هنوزع لكل واحد ليمونه. انا بحسب الليمون ده عقاب انا عايزه دي
هات اللي في الارض، هات اللي في الارض، هات اللي في الارض. خد بقول لك ايه، اللي بيحب ليمون ياخد اكبر واحده. لا هات مع فاروز، هات عشان احنا جايبين على 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 قد بالظبط. اه جايبين على القد. ثواني هات يا فاروز، ما تقشرهاش يا ام، استني. بصوا يا جماعه التحدي، استنى محدش ياكل حاجه. التحدي يا جماعه، اول شخص اول شخص هيخلص الليمونه بتاعته هو اللي هيكسب معانا بالقش بكلها. لا ما ينفعش، لا كلها على بعضها. واخر استني استني، واخر واحد هيتبقى في الليمونه بتاعته حاجه هو اللي هيتنفس في العقوبه. ما يستنوا يا جماعه، يلا بينا. واحد، بصوا يا جماعه، واحد اثنين ثلاثه. الحاجة يا جماعه، حط الليمونه كلها. افتح بقك كده، افتح بقك، افتح بقك وقوم. الليمونه، الليمونه كلها في بقها يا جماعه. بص امك ايام قد ده عندنا ورا ايه يا عم. انا عايز افصل. قلتيها يا جماعه ده انت وشك اتضم. لا ده حلو، اقسم بالله. صحه صحه صح. ايش بيقول يا نهار ابيض، ده غلط يا بنت. ايوه كده، حرام عليك يا جماعه. يلا يلا يا غالي، استني بس. بالله غلط يا احمد، بين عليها اللي هتكسب. اول مره انا ومحمد هيك ولاد مرات يا جماعه. اقعدوا جنب بعض. لا لسه في ايديها. لا خلاص والله كلتيها. اه والله جيبها وانت تاكلها لسه. هي لا انا كسبت. افتح بقك، افتح بقك. كسبت يا جماعه. لا لا انا ما كسبت. ندمت محمد. اول تحدي تكسبه، اول تحدي هتكسبه. بعد كده ندى مراتي، اتبقى يا جماعه محمد وامي وايه. يلا 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 امي يا جماعه بتاكل ليمونه اهي. اخر واحد هيتبقى معاه ليمونه ولا يخسر. يلا يلا بسرعه. ايه يما حلوه؟ لا لا احمد لا، ما انت كده ممكن، انت كده ممكن ما تكسبي. يلا يلا حود، يلا حود. انا مش هقدر، انا ماليش دعوه. يلا يلا ايه صعبه لما تنزل. بس انت اول تحدي تكسبيه. انت بتاكلي عيالك الليمون؟ لا عايزين. ايه هما بياكلوه كده اصلا. يلا يا حوده، احمد برنس مصر الدكاسه. ايه الدكاسه؟ قول الله. وين كده؟ لا وين جيبك كده؟ وين يا فلاس شبه عيالك، فلاس شبه عيالك. سلمى يا سلمى، يا جماعه اللي ياكل ليمونه قدام الكاميرا. انا لسه ما كلتش حاجه، ده انا لسه حبه ميه. قول الله. احمد هو العقاب ايه؟ ايه؟ ده عقاب جامد قوي. بص احمد يا سلمى، سلمى خد. يلا سلمى، سلمى يا حبيبي. سلمى سلمى احمد، انا مش قادر اكل. اه ماشي ماشي. العقاب هيكم فيا عشان مش بحب الليمون قوي. اه صراحه صعبه جدا. كل كل والله صعبه جدا. انا اللي هكسب، ممكن ما اعملهاش في جوزي. اكل كسب. اه لا اخر واحد هيتبقى معاه ليمونه. لا اخر واحد هيتبقى معاه ليمونه. اول تحدي تكسبه هنا. اخر واحد ايه؟ لا لا اخي واحد بقى معلم. ايه؟ حبيبي ايه؟ مش اول تحدي تكسبه هي اللي تختار. طب استنى نشوفه ايه، استنى نشوفه ايه بتاكلها. يلا العقاب فيا. خلاص يا ايه دي العقاب فيا عشان ما اكلتش. لا ومحمد ما اكلش وسلمى. لا هي اكلت، انت اكلت، انا ما اكلتش خالص. اقسم بالله صحه عليكم، انا خايف عليكم. برد بس. ها؟ بيخسس بيخسس بتضيع البرد كويس. انا عندي برد. قول والله العظيم. محمد طب كل قطمه كده اخر. لا كل حته صغيره كمان. احنا هرميها. استني يا سلمى، انا اقعد جنب حوده. خلاص حرام عليكم. سلمى حته صغيره. لا عشان الناس عايزين يشوفوك انت تاكل ليمون بس. ايا ايا انا عايز. صعب قوي. هو ده. بص طب اقول لك حاجه، قطمه صغيره عشان الناس يشوفوك انت بتاكلها بس. بالله عليك قطمه صغيره خالص. انت المفروض تدخل الاتحاد ده. يزن يزن بيحب الليمون. احمد انا مستنيه تقول لي حاجه جامده عشان اكسب. على الاكل، على الباميه، على اي حاجه ليمون. قطمه صغيره بس. هذا ما تقدرش حاجه بيقشرها. ايه هتعمل ايه؟ ماشي ماشي ماشي. حوضه بيحبوا على الاكل بس كده. لا وسع يزونا على السوله. صعب قوي، خلي بالك ده اصعب تحدي. ده ده ايه ده؟ انا رميت بتاعتي يا عم، مش عايزه. اللي خليه متعود عليه بقالي يومين بعمل اللي بيبقى عارفين. ده حته صغيره، حته صغيره. اي والله والنبي عشان الناس ما يزعلوش. بالله عليك سالت
ارمي ايه 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 هترميها لك يا عم. صعبة صعبة سلمى اخر حتة بالله عليك عشان خاطر والله اخر حتة بقولك ايه جيب ياسن كده ابو حميد جيب ياسن ايه اكلوها ازاي قول والله اقسم بالله بقدر بكتر الحرقان اخد الليمونه بتاعتي يازن كلها يازن كل كل ياكلوها هما وغزل بيحبوها قول والله احمد عايز اشوف لك فصوله صالح بس صالح خد ليمون خد ليمون امسح افتح 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 مش عايز يلا بينا يا جماعه عايزين تعبوا العقاب ايه هو معلش يا ندى انت كان الفرق بينك وبين ندى مات محمد ثانيه واحده صح ندى مات محمد اختار حد تعملي في العقاب عادي صالح برضه عايز اربيه ربنا هموتك يا بنتي العقاب انا اللي هختاره ها العقاب ايه؟ ايه؟ العقاب ايه؟ هي العقاب هتشيل ابنها وتجري بيه في الشارع ماشي انا العقاب دلوقتي ايه؟ لا يا عم سهلة العقاب خلاص العقاب هتقول الحقه في حرامي في الفيلا بس لا انت خليت تكمل حرامي قبل كده العقاب في حرامي في الفيلا ماشي يلا بينا حودة حودة؟ هدى العقاب فيك حلو انا عايزك تسوى شبه الحريم ها ايه برنس ماس ضد الكاس ضد الكاس ضد الكاس برنس ماس ضد الكاس مرات مرات برنس ماس ضد الكاس ضد الكاس امي ضد الكاس ضد الكاس يلا هدى خش كده قول حرام في الفيلا الحقوني يا لهوي اطلع اصلنا فوق اه يلا هدى بص عشان ايه في ناس استخبى هدى بص هدى بص استخبى تحت السرير داخل على الحرام صالح بص صالح والعمنا نفسي نايمه والعمنا نفسي يلا يا جماعه عشان كله يضحك على هدى يلا سلمى يلا سلمى تعال يلا هدى الناس كلها تتفرج عليك اقسم بالله يلا ايه في حرام في الفيلا الحقوا بصوت عالي في حرامي في الفيلا لا مش كده لا يا حبيبي لا 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 كانك متخض يلا الحقوني الحقوني بس الحته تاني اه حرامي في الفيلا تعال قوم بدل اه اه في حرامي في الفيلا في حرامي في الفيلا في حرامي في الفيلا انت بتحرمي في الفيلا ايه في حرامي في الفيلا في حرامي في الفيلا في حرامي لا حوده مش صح حقك حقك يلا حوده يلا حوده ما تهزرش الحقوني يلا عليك كده يا لهوتي علي صوتك علي صوتك يا لهوتي يا لهوتي ده انت صوتك دخل الحرامي وانا نايمة وانا نايمة والعاملة نفسي نايمة والعاملة نفسي نايمة يلا ابو سعيد يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جدعان وان شاء الله السنه تحدات جامده ان شاء الله الايام الجايه والصراحه احمد المليون الايام الجايه ان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبهم وفكره الفيديو تكون عجبتهم وقت تاني واشتركوا في القناه واكتبوا لنا على عقبات صعبه عشان الايام الجايه هنظبطهم يلا بقى حياه اعمل لهم باي باي يا حياه يلا حياه اعمل لهم باي 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 باي